نقول انت زنزه ولاد يحيى شويه. بسم الله. السلام عليكم. قواوزه جميل المناطق. السلام عليكم الخوت ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو ان شاء الله من النواحي. منين قلت لي البلاصه؟ الشاويه زنزه. مزانزه الجنوبيه. نتوما بسيطات مزانزه. مزانزه كلشي التاثير هكا. مزانزه الجنوبيه. الاخوان كيحصدوا ولكن كيحصدوا في الربيع. قضيه شويه ناقصه، ماشي شويه ناقصه بزاف. شحال قلت لي سي محمد تقريبا خاسر عليه في الزريعه؟ تقريبا البلاصه هذه مولاي خاسر عليها 7 مليون. ويصير لها 40 في الحساب وحاسس بها 20000. مشكلة خاصهم يتعاونوا مع الفلاح. 24 قطار هذه كاينة هنا. 24 زروعة ومقلوبة ومعاودة وصومرة والحمد لله. الحمد لله على كل هذا الشيء اللي كاين. الحمد لله على كل حال. غادي نمشي نقرب الماكينة باش نبين لكم الحصاد كيفاش مداير. الله يسخرها الله يعاونكم. إخوان مرحبا بكم. تصويره بتاريخ اليوم 11/5/2022. بغاني نحييكم ونتمنى لكم الخير صادقا. بانت لينا آلة الحصاد كتحصد الماكينه. جينا ندير لكم هذا الفيديو ان شاء الله باش نقربوكم من العمليه. الزرع اخوان راه نتوما كما تشوفوا صغير كيحصدوا وتيديروا كيديروا حتى الخيش. يعني راه كي باغين يديروا الزرع ولكن بان لي ما عاطي والو. هادشي اللي كاين. اللهم يسر وبارك. هذا العام قضيه ناقصه، اغلبيه انتهى كما كتشوفوا الزرع انتهى، ولكن هاد الناس ارتأوا انهم يحصدوا. تحيه للجاليه المغربيه بالخارج، مغاربه من طنجه للقويره. الله يحفظكم. ها هو الشوز خضر، باقي خضر. الله يسخر الناس، الله يجيب لهم التيسير. الجاليه المغربيه كما قلت لكم خارج اسبانيا، اصدقاء المدعمين ديالنا في اسبانيا، في ايطاليا، في فرنسا، هولندا، بلجيكا، جميع الدول بدون استثناء، الناس في امريكا، كندا. تحياتي للاصدقاء ديالنا اللي كيتواصلوا معنا من الخارج، كل واحد بسميته، كل باسمه اخوته. تبارك الله ما شاء الرحمن، اللهم بارك وزيد في ذلك. حصر يا اخوان على قناة اسواق الماشية بالمغرب. كما كتشوفوا هادشي خضر تيحصدوا فيه. اليوم الجو هذا الصباح هذا زوين، كاين شويه البرد، الحراره اللي كانت الايامات ناقصه شويه. على العموم اخوان الله يسخر لهاد الناس والله يجيب لهم التيسير. كما كتشوفوا هو هذا هو الغي واللي تبان. تبارك الله غني. انتم راه كاين شي حاجه ما شاداش في الماكل. تبدا راجعه ان شاء الله الخوت ونشدها لكم. كما قلت لكم تحيه للمتتبعين ديالنا اللي كيدعمونا الله يحفظكم. التعاليق ديالكم زوينه الله يحفظكم. حتى الناس اللي كيكريتيكيو، بالنسبه للكريتيك اي كريتيكي غير هو قول لي شنو خاص شنو باغي بالضبط، هذاك الشيء اللي كتقلب عليه مرحبا نجيبولك، كاين حتى مشكل. اما الكريتيك الخاوي لا،
كريتيك شي حاجه عامره مرحبا، قول لي شنو بغيتي بالضبط نقدمه لك ونقدمه لك، ما كاين حتى شي اشكال. اي واحد مرحبا والف مرحبا، غير هو الكريتيك اللي ما فيش ما غاديش يجيب نتيجه. كانت شي حاجه عنده شي واحد شي حاجه شي امر شي مطلب مرحبا. اما باش كما قلت لكم الاخوان نبقاو داوين ندورو في الحلقه المفرغه، لا اي واحد عنده شي اقتراح ولا شي حاجه مرحبا، شي ملاحظات هاي زي الماكينه. تحياتي للمغاربه تا هما من طنجه للقويره وكل متتبعي وفي القناه، الله يحفظكم. تحيه للشيافر تاع المواكن صعاب، خدمه صعيبه، قريسونا تا هما خدمه صعيبه. بغينا طيح شي خنشة ونشوفو الزرع كيفاش مداير، بيان سير الى قبلوا لنا نجبدوا الزرع. هاو واقف الله يسخر الله يسخر. المهم راه غادي ناقصة بزاف، هذاك الشيء ما عاطي والو، تحت الساعر عنده زوج خنشات تماك، الله يدير خير، هذا الشيء اللي غنطلبو مرة يكون خير إن شاء الله. بالنسبة للماكلة البهيمات راه باقا غادي البهيمات غيبقاو ياكلو شوية، مازال الوقت صابرة، والله يدير شي مخرج، الناس الكسابة والفلاحة الله يدير لهم شي مخرج. الله يدير خير الله يدير خير. تحياتي للناس المغاربه كاملين كما قلت لكم من طنجه للقويره بدون استثناء، اي واحد كيشاهدنا اي واحد كيتبعنا وكيدعمنا الله يسهل عليه في هذا النهار. شوف هذه حطتها غير دابا، كل واحد كيتقاتل مع الوقت. اللهم يسر وبارك الخوت. كما قلت لكم حصريا القناة ديال الأسواق الماشية، حضرنا اليوم العملية هذه، والله يسهل على الناس والله يسهل على الجميع، وإن شاء الله نطلبوا من ربي العام الجاي يكون أحسن من هذا العام، تكون الغلة وفيرة إن شاء الله، ويدوز عام زوين من جميع النواحي، هادشي ديال المازوط الخاص وكلشي كلشي يكون بخير إن شاء الله. يا ربي ما تحشمناش، يا ربي دير لنا شي مخرج مزيان ديال الخير يا ربي. على العموم إخوان الله يسهل عليكم وتبارك الله عليكم، وكنشكركم على التعاون ديالكم معنا، وحنا ديما إن شاء الله الجديد. هاد الاسبوع راني كنخدم بالليل، هادشي علاش ما درتش لكم الاسواق يوميا، ان شاء الله انتظرونا الاسبوع الجاي. مازال ان شاء الله في الاخر السيمانه لابد ما يكونوا فيديوهات ان شاء الله حصريين من السوق، انتظرونا الاسبوع القادم ان شاء الله، قادم افضل باذن الله. الله يحفظكم والمتتبعين ديالنا الله يخليكم ديما بخير وعلى خير، وان شاء الله بالنسبه لعيد الاضحى ربي يفرجها على الجميع، حتى واحد ان شاء الله ما يبقى بلا عيد. وبالنسبه نبغيو ان شاء الله الازمنه ديال الزرع حتى هي تنقص شويه، باش الناس اللي ما عندهاش الزرع تقدا شويه الزرع. هذا ما كاين يا اخوان، نبغيو الخير للجميع، حتى واحد ما يتضرر، لا فلاح لا كسابه لا بيع وشرايه، لا مواطن بسيط لا مواطن عادي، كلشي نبغيوه ان شاء الله يكون بخير وعلى خير، والله يدير شي مخرج. هذا الشيء اللي كاين الله يدير شي مخرج ديال الخير. يلا خوت تبارك الله عليكم،
يوم سعيد ان شاء الله. عبد الغني يحيي الجميع. سبحان الله كيتحصد خوت خضر اول مره تنشوف القضيه. غالبا غيبالي وحال غيتباع ربيع غيجي زوين. وبالنسبه للماكله الباين حتى حاجه ما تضيع هنايا بالنسبه للماكله. وكما سمعتوا في التقديم راه قضيه مضروره. ان شاء الله ربي يدير شي تاويل خير. شوف يا اخوان خليهم يديروا الخدمة ديالهم. تبارك الله عليكم. الى فيديو قادم ان شاء الله. هذا هو هذا مكان القضية ناقصة بزاف. نوريكم القضية في الفندق. الله يسهل على الناس. واخا القضية راه صعيبة. تبارك الله عليكم الخوت. اللي شاف فيديو يعجبو يخلي لنا واحد لايك. اللي شاف قناتي وعجباتو يدخل يدير عندنا واحد الابوني تماك. مرحبا بكل. عبد الغني يحييكم. نتمنى لكم الخير. الله يحفظكم. عاودنا الكلمه بزاف المرات سمحوا لنا على التكرار وصافي. تبارك الله عليكم. اخوان بالنسبه للحصاد راني سولت شحال كيحصدوا القطار. قال لي 500 درهم. 500 درهم باش كيحصدوا القطار. وبالنسبه للبال راه كيباليو ب 70 ريال البال. الثمن شويه زايد. نتوما راكم عارفين كما قلت لكم في الاول الغازوال هذا ما كاين. على العموم اخوت الله يسخر الجميع. هذه هما المعلومات اللي تقريبا قدرنا نعطيكم. الزرع الاخضر شي 5. ها هذا مكان اخوت. تبارك الله عليكم.